بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته، في درس جديد إن شاء الله على قناة تقنية معلومات. اليوم إن شاء الله سوف يكون لنا الدرس الأول في التسويق الإلكتروني، وبداية سوف نقوم بتعريف التسويق. التسويق هو عبارة عن عملية توصيل قيمة منتج أو خدمة لعملائك. وهناك أيضا تعريف أو مصطلح ثاني، وهو عبارة عن تحريك بضاعة أو منتج ما أو خدمة ما من المنشئ ثم إلى الوسيط ثم إلى المستهلك. هذا فيما يخص التسويق بصورة عامة. ويختلف أنواع التسويق، هناك تسويق تقليدي وهناك تسويق إلكتروني والعديد من أساليب التسويق. أما بالنسبة للتسويق التقليدي فهو عبارة عن استخدام بعض الأدوات، ومن هذه الأدوات هي الجرائد والمجلات المطبوعة ولوحات الشوارع والمولات والراديو والتلفاز وتوزيع الكروت أو ما يسمى بالفلاير. أما بالنسبة للتسويق الإلكتروني فيعتمد اعتماد كليا على محركات البحث وصناعة المحتوى مثل الفيديوهات والمدونات والمقالات، والتسويق عبر البريد الإلكتروني أو ما يسمى بالإيميل، والتسويق عبر شبكات التواصل الاجتماعي. إذن عرفنا الفرق بين التسويق التقليدي والتسويق الإلكتروني أو ما يسمى الرقمي الديجيتال ماركت. إذن عرفنا الفرق بين التسويق التقليدي المسمى تراديشنال ماركتينج والتسويق الإلكتروني المسمى ديجيتال ماركتينج. إذن سوف نأتي إلى أهم الخطوات الخاصة في التسويق. إذن ما عليك فعله كمسوق مبتدئ في مجال التسويق الإلكتروني أو أي تسويق، يجب عليك اتباع الخطوات التالية. أولا يجب عليك وضع خطة، وهذا هو أكثر ما يواجه الأخوة المسوقين المبتدئين، وهو كيفية إنشاء خطة لغرض التسويق. سوف أعطيك بعض النقاط ويجب عليك اتباع هذه النقاط وتطبيقها إن شاء الله، وسوف تكون مسوق ناجح. بالدرجة الأولى يجب أن تقوم بإجراء تحليل للوضع. ثانيا يجب أن تقوم بتحديد الجمهور المستهدف. وثالثا يجب أن تكتب أهداف ذكية. رابعا يجب أن تقوم بتحليل تكتيكي. والنقطة الخامسة والأخيرة هو أن تقوم بتحديد الميزانية الخاصة بك. إذن قبل أن نبدأ في خطة التسويق الخاصة بنا، علينا أن نعرف وضعنا الحالي ونقوم باتباع عملية تحليل الرباعي المسمات SWOT، وهي تقوم بتحديد نقاط القوة.